اهلا بكم يا حبايب قلبي في قناتنا الملكه والامير. النهارده معانا معجزه جميله جدا 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 حصلت لبنت طالبه في الكليه. البنت دي كانت بنت بسيطه جدا، وكانت حصلت لها ظروف وكانت بتشتغل وهي طالبه في نفس الوقت في الجامعه، فكانت بالنسبه لها المذاكره صعبه شويه مع الشغل، فما كانتش تقدر بتحضر طبعا كل المحاضرات والسكاشن، مش بتقدر يعني، كانت قله وكانوا زمايلها بيكتبوا لها اسمها كده. المهم جت البنت وهي في الامتحانات، كانت داخله طبعا بخوف شديد جدا ان هي مش لما المنهج زي ما تكون واحده طبعا قاعده سيرف بتذاكر، ما وراهاش حاجه غير المذاكره، غير لما تكون واحده بتشتغل وبتاكل نفسها وفي نفس الوقت برضه بتدرس. المهم جت شافت زميلتها اللي جنبيها ماسكه وهي بتذاكر صورة، الصورة دي هي ما تعرفهاش بتاعت مين، بس زميلتها هي ما كانش عندها، كانت عايزة تتعرف على الصورة دي بس ما كانش عندها وقت. كانت دايما البنت زميلتها اللي جنبيها دي كانت دايما بتبوسها كده، فجات البنت خدتها كده وبستها وحطتها في كتابها، فهي بصت لها كده وسكتت، ما عندهاش وقت ان هي تتكلم، فكانت بتبكي في اليوم ده لان الماده دي كانت بالنسبه لها صعبه جدا جدا. هي كانت ماده اسمها ماده المرافعات، كانت في حقوق، وكانت الماده دي غلسه جدا، وكان الدكتور بتاعهم صعب فيها يعني مش اي حد بينجحه، فكانت عاتله هم الماده دي، وكانت عارفه ان هي شايلاها شايلاها، يعني هي متاكده ان هي هتطلع بالماده دي. فهي نايمة قعدت تذاكر تقريبا لحد الساعة 2 3 بالليل، وكانت الوقت خلاص بقى يعني خلاص، هي عينيها قفلت وفي نفس الوقت مش قادرة تنام من الخوف، فعينيها غمضت كده بالظبط ساعة. ففي الساعة دي لقت حد بيقول لها قومي اصحي، لابسة كده ومنورة، قالت لها قومي اصحي ذاكري صفحة 228 بنفس اللفظ كده 228، وزقتها. المفروض ان هي نايمة كمان بخوف، لكن المفروض ان هي ما تصحاش، فصحيت. قالت ان هي كانت فايقه جدا 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 لدرجه ان هي كانت كانها نايمه 8 ساعات وي كمان، مع ان هي ما كانتش نايمه. فقامت مسكت الصفحه دي لقيتها باب معين في قلب المرافعات فذاكرته عبل ما جت الوقت بتاع الامتحان، فدخلت. فهي قاعده فهي بتفكر مين يا ترى اللي صحتها دي، هي برضو مش واخده، بس قالت انا شفتها انا شفتها، بس كانت مهتميه اكتر بالمذاكره على اساس ان الايد اللي خبطت عليها دي وقالت لها اصحي قومي ذاكري الصفحه دي. ففعلا دخلت الامتحان لقت ان هي فعلا الامتحان جاي من نفس الصفحه دي، وجابت في الماده دي امتياز، مع طبعا ان هي كانت مذاكره في الاول كده باب في الاول، فكانت فرحت جدا 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 والماده دي عدت، فرجعت وهي فرحانه فقالت انا شفت الصوره دي. فسالت البنت مين دي، فقالت لها دي قديسه دميانه يعني، فكانت بنت فرحانه جدا، ومن ساعتها وهي شفعتها وبركتها فعلا تكون معانا القديسه دميانه، انها عظيمه فعلا وبتعمل معجزات كتيره جدا جدا. وارجو يا رب كده ان المعجزه دي، وان فعلا جميع الطلبه يتشفعوا بالبابا كرولوس ويتشفعوا بالقديسه دميانه وجميع القديسين، وصلواتهم تكون معانا امين. وارجو ان عجبكم الفيديو، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.